شريف شرقاوي طبيب الأسنان وزوج الفنانة نسرين طافش يعلن طلاقهم رسميا. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان في متابع عند شريف شرقاوي سألوا على الفنانة زوجته سابقا طبعا الفنانة نسرين طافش، والمتابع ده سأله وقال له هي فين نسرين، ما بقتش بتطلع معاك في الصور ليه، هو انتوا اتطلقتوا؟ فكان رد عليه شريف شرقاوي وقال له أيوة تم الطلاق بسلام، وأنا بحترمها جدا وهي إنسانة رائعة، لكن ما كانش في تفاهم فتم الطلاق. وطبعا بعد الخبر ده أو بعد الكلام اللي قاله شريف شرقاوي تصدر اسم الفنانة نسرين طافش الترند بعد طلاقها. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.